دلوقتي بقى شكل الابفل شترودل اللي هو عباره عن فطيره تفاح. الفطيره دي بتتعمل المفروض بعجينه، عجينه عامله زي عجينه الفطيره اللي بتبقى عباره عن بس دقيق وملح ميه، بيحطوا فيها معلقه خل تفاح بس، ما بيتحطلهاش خميره خالص. فانا بقى اعملها بالطريقه دي عشان هي التانيه محتاجه انها تتفرد بطريقه معينه ونقعد نمط فيها ونعمل عشان تبقى رفيعه خالص. هنا بقى احنا هنفرد بس ما تبقاش رفيعه قوي عشان ما تفتحش مننا، ما تفتحش العجينه مننا، لان دي ممكن تقطع العجينه اللي هي بتاعه الفطاير ما بتقطعش بتمط. فاحنا دي ما ايه ما نحشيهاش، قصدي ما نخليهاش رفيعه قوي علشان ما تمطش مننا. حاجه كمان، انتوا ينفع انكم تحطوا تدهنوا هنا زبده، تدهنوا زبده هنا الاول من جوه عشان تدي الطعم الايه الدسم، او يفضل ان احنا ندهن زبده هنا الاول. خلاص، بعد كده حشوه التفاح بتبقى عباره عن تفاح ومعلقه زبده على النار، وبحط معاه شويه سكر وبحط قرفه. في ألمانيا مش بيحطوه على النار، بيحطوا عليه سكر والقرفه وشويه بقسماط. احنا ممكن نربطه بالنشا على النار، وبيحطوا معاه طبعا حاجه اسمها غوم، معروف جدا في النكهات اللي بيحطوها في ألمانيا، اللي هي بتبقى هي اساسها طبعا خمره بس بتدي طعم معين للحلويات، بس احنا طبعا مش بنستخدمه الغوم ده. وبيعصروا عليه شويه ليمون ويحطوا زبيب. فانا غيرت بس فيه، عملت ده فيه معلقه زبده كده كبيره، ونقلب فيه التفاح على النار، ونحط سكر ونربط بالنشا معلقه واحده نشا عشان ايه ما ينزليش ميه. طيب عايزين تحطوا زبيب، عايزين تحطوا عين جمل، ممكن مفيش مشكله. بنبتدي بقى ان احنا نروح قافلين الطرف بس الاول كده بالطريقه دي، وبعدين الف. معانا جودي؟ معانا جودي. الو، ازيك يا جودي؟ كويسه الحمد لله. كله تمام؟ اه الحمد لله. قولي لي عندك اي سؤال؟ هو حضرتك ينفع تقولي ازاي بنعمل البنانا بريد؟ الفانيليا؟ البنانا بريد. البنانا بريد. طيب بصي، تابعيني يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله، هعمل وصفه كيكه موز حلوه جدا هتعجبك قوي ان شاء الله. تابعيني السبت الجاي ان شاء الله. هبتدي بقى ان انا اروح لفه كده. خلاص، لو العجينة الرفيعة خالص بالعجينة بتاعتهم لازم تتلف بحاجة، ما تتلفش بالإيد، لازم تتلف بحاجة، يعني لازم يبقى تحتها ورق زبدة أو حاجة، ما تتلفش كده أبدا. نحط هناك برضو في ألمانيا بيدهنوا ده بالزبدة مش بالبيض، بس أنا هدهنه بالبيض. خيرت الوصفة خالص كالعادة. عايزين بقى تحطوا عليها اشكال، مثلا انا حاطه على اللي انا جايباها معايا، عامله عليها مقطعه عليها ورد عشان تعمل شكل برضو ممكن، وبيترش عليها سكر بودره في الاخر. فانتوا مكان البيض ممكن تدهنوها زبده، ومن جوه تحطوا زبده زي ما اتفقنا. بندهنها بس كويس عشان تدينا شكل حلو، وزي ما قلت لو حابين تحطوا عليها حاجه تقطعوا عجين اشكال كده زي اللي انا عملتها اعمله. هندخلها الفرن، كل عجينه من دول بتخش تقريبا على 200 درجه.